تجري مياه نهر لاو العظيم قادمة من أعالي الجبال الكلسية الذي في المغرب. تحت أعين العقبان التي تتخذ من الأجراف الصخرية عشا لها، تراقب جريان النهر من بعيد في انتظار ظهور طرائد على ضفاف الواد وبين الشعاب. نهر لاو هذا من أعظم أنهار الشمال المغربي، ليس من حيث الطول بل من حيث الصبيب وحجم وريداته المائية. ينبع هذا النهر من المرتفعات الكلسية لتلسمطان بإقليم شفشاون عند ارتفاعات تفوق 2000 متر، فهناك تجتمع المسيلات وتذوب الثلوج وتتفجر العيون ليبدأ وادي لاو رحلته نحو البحر الأبيض المتوسط. من منابع مانجو عند سفح الجبل الأقرع تبدأ رحلة الوادي الذي يجري من الشرق إلى الغرب تبعا لانحدار خطوط التسوية ودرجة ميلان التضاريس. تصادفه أسفل مدينة الشاون في جريان هادئ يتغير فيه المنحى من الجنوب إلى الشمال قبل أن يصل ذروة مرحلة شبابه عند اصطدامه بجبال الدروة الكلسية لبني حسان. عند هذه النقطة تنطلق قصة جديدة يبدأ فيها النهر في حفر أخدوده العظيم والذي يمتد لمسافة تقارب 20 كيلومتر، يتعمق فيها المجرى ليصل لأزيد من 100 متر. تشكل أخدود لاو بفعل عوامل التعرية النهرية، فعلى مدى آلاف وملايين السنين أدت المياه المتدفقة من النهر إلى تآكل التربة والصخور الكلسية لتشكل أخاديد ضيقة، حيث تم تكوين وتشكيل أكبر وأشهر الأخاديد الموجودة في شمال المغرب بواسطة تيارات سريعة من مياه الأمطار أو المياه الجارية من ذوبان ثلوج القمم الجبلية، بينما تظل جدران الأخدود شديدة الانحدار. إضافة إلى عوامل التعرية التي ذكرناها، توجد بعض الظروف المساعدة على تشكل أخدود وادي لاو في هذا الموضع، مثل وجود قصور تسمح للماء بالتسرب إلى الصخر وزيادة قوتها التآكلية، إذ أن عامل التعرية يتبع النقاط الضعيفة في التكوين الليثولوجي لموضع النهر. وعند الحديث عن الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة، فنجد هذا تميز بسيادة دولوميت على الحجر الجيري، وهذا واضح في اللون ونسبة الغطاء النباتي إضافة لمعدل ذوبان الصخور في الوسط، حيث أن الحجر الجيري يذوب في الأوساط الحمضية المخففة مثل المطر مشكلا حفرا كهوف ومغارات ولا يقبل غطاء نباتيا كثيف، كما أن لونه أقرب للأبيض. أما الدولوميت فيحتوي على كربونات المغنيسيوم ولا يتعرض للذوبان في البيئات الحمضية المخففة، نقصد هنا الأمطار، كما يقبل انتشار غطاء نباتي كثيف عكس الحجر الجيري كما هو الحال في أخدود وادي لاو. هو يعتبر أكسيد الحديد من أكثر الشوائب شيوعا في الصخور الكربوناتية، وبسبب وجود هذه الشوائب بكميات مختلفة فإنها تظهر بألوان قريبة للبرتقالي والأحمر.
وكما ذكرنا فالغطاء النباتي كثيف داخل الأخدود أو على جدرانه التي نجدها في الأغلب مكسوة بأشجار العرعر وبنباتات متوسطية قصيرة. أما داخل المجرى فأشجار الخروب والصفصاف هي السائدة إلى جانب النباتات النهرية القصيرة. إن أخدود وادي لو منطقة طبيعية مميزة ترسم فيها عوامل التعرية النهرية أشكالا طبيعية مغرية لهوة الطبيعة والخرجات الجبلية. فعلى طول الأخدود تنتشر أماكن تحظى باهتمام كبير من طرف الزوار من جميع أنحاء المغرب، بداية من ميزلافن ثم شلال سينترا وإفحصة ومرورا بإفرطن حتى الوصول إلى شروضة. المنطقة من حيث التقسيم الإداري تابعة لقبيلة بني حسان ببلاد جبالة، إذ يقطع هذا الواد جماعتي الواد وولاد علي منصور بإقليم تطوان. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء من وادي لو ينتمي طبيعيا للمنتزه الوطني تلا سمطان الممتد عبر إقليمي تطوان وشفشاون شمال المغرب. يمكنكم التعرف على هذا المنتزه بالتفصيل في حلقة خاصة سنضع لكم رابطها في الوصف المتعلق بالفيديو. وكما جرت العادة لا تنسوا مشاركتنا باقتراحاتكم وآرائكم في التعليقات.